طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح نشرح بهاي المحاضرة موضوع جدا مهم، ما هو البريفكس والبوستفكس نوتيشن. هذا الموضوع طلاب يكون مرتبط ارتباط وثيق بالإنكريمنت والديكريمنت اللي شرحناهم بالأرثمتيك أوبريترز. الإنكريمنت اللي هو الزيادة بمقدار واحد، البلس بلس، والديكريمنت اللي هو نقصد بيه النقصان بمقدار واحد، الماينس ماينس. فطلاب هاي الزيادة أو النقصان إذا تكون موجودة قبل المتغير، يعني تسبق المتغير، يعني مثل الإنكريمنت للإكس موجب موجب إكس، أو ماينس ماينس إكس، أو موجب موجب أي، أو ماينس ماينس أي، فهذا النوع يسموه البريفكس نوتيشن. لكن إذا الزيادة أو النقصان تكون بعد المتغير، يعني مثل x موجب موجب، x سالب سالب، أي موجب موجب، أي سالب سالب، فهذا النوع يسموه البوستفكس نوتيشن، لأن ظهرت بعد المتغير. فبالسي بلس بلس أكو فرق بالعمل بين البريفكس والبوستفكس نوتيشن، وراح يتوضح أكثر بالمثال. فهذا المثال طلاب راح يوضح الديفرنس بين البريفكس والبوستفكس نوتيشنز. الجزء اللي على اليسار هو البريفكس نوتيشن، والجزء اللي على اليمين هو البوستفكس نوتيشن. فعن طريق هذا المثال راح نعرف الفرق او مبدا عمل البريفكس والبوستفكس على الانكريمنت والديكريمنت. فبالبريفكس الانكريمنت او الديكريمنت يكون قبل المتغير، يعني يظهر قبل المتغير، فهنا ظهر موجب موجب اكس. لكن بالبوستفكس الانكريمنت او الديكريمنت يظهر بعد المتغير، فهنا نفس المقطع البرمجي لكن الريزلت تختلف، لان هنا استخدم البريفكس وهنا البوست فيكس. انتجر واي فارزة منقوطة، هنا عرف متغير بالذاكرة اسمه واي ونوع البياني انتجر، عدد صحيح. انتجر اكس يساوي 7 فارزة منقوطة، كذلك عرف متغير بالذاكرة اسمه اكس ونوع البياني انتجر وقيمته هي 7. سي اوت دالة الطباعة مع الاوتبوت اوبريتر بلس بلس اكس. طلاب هنا ركز وياي، هنا يريد يطبع نتيجة عملية من نوع ارثمتيك حسابية، وهاي العملية اسمها الانكريمنت، زيادة بمقدار واحد، لان بلس بلس. لكن هنا الانكريمنت هو بريفكس، النوع مالته بريفكس، لأن يكون قبل المتغير. فلأن بريفكس هنا البرنامج راح يضيف للأكس واحد، فهو الأكس من الخطوة السابقة قيمته 7 ويجي واحد، فيصير هنا 8 ويطبع 8 بالسي اوت. فهنا البريفكس يضيف واحد أو ينقص واحد بلا شرط، انتبه لي على هالجملة، بلا شرط، يعني مباشرة يشتغل. موجب موجب راح يضيف واحد، سالب سالب راح يطرح واحد، عكس البوست فيكس لازم اكو شرط، ومن ينفذ عملية معينة وبعدها يزود او ينقص، وان شاء الله راح نوضحه بهاي المحاضرة. هنا الواي يساوي اكس، هنا الواي راح ياخذ قيمة الاكس اللي هي 8، لان هنا الاكس زاد واحد صار 8. سي اوت للواي يطبع الواي قيمتها 8، فالسي اوت الاول راح يطبع قيمة الاكس بعد الزيادة، لان بريفكس بلا شرط مباشرة ينطي واحد فصار 8. والسي اوت الثانية قيمة الواي اللي هي نفسها قيمة الاكس بعد الزيادة فانطاك 8. هذا المثال خاص بالبريفكس نوتيشن. لكن بالبوست فيكس المثال الآخر اللي هو هذا متوضح على الجزء الأيمن، راح يكون العمل غير. هنا طلاب أكو شرط، يعني تتنفذ عملية معينة وبعدها تصير الزيادة أو النقصان، تنتبه على هذا الشيء، يعني مو مباشرة يسوي increment أو decrement، لازم تتنفذ عملية معينة وبعدها يسوي increment أو decrement، عكس البريفكس مباشرة زود قيمة الاكس. هنا لا، ما يزود قيمة الاكس الا تتم قبلها عملية معينة،
فالبرنامج نفس الشيء، انتجر الواي انتجر الاكس يساوي 7 سي اوت. هنا الفرق فقط بالستيتمنت الثالث، سي اوت اكس موجب موجب، فهنا الانكريمنت مقدار الزيادة بعد الاكس اجي، فنوعه بوست فيكس وشغله يختلف عن البريفكس. فهنا راح يطبع البرنامج الاكس كما هي قيمتها 7 تنطبع كما هي، وبعد عملية الطباعة يعني من تمت العملية عملية الطباعة للاكس اللي هي 7 اللي هو الاكس الاصلي، بعدها راح يصير الانكريمنت اللي هو زيادة بمقدار 1، فيصير بداخل الذاكرة قيمته 8. يعني بالبوست فيكس هنا راح يطبع الاكس او اي متغير اخر كما هو، فقيمته هنا 7 فراح يطبع 7، وبعدها يسوي له زيادة او نقصان، فلازم اكو بروسس عملية معينة، وهنا العملية هي الطباعة، فراح يطبع الاكس كما هو وبعدين يزود قيمته او ينقصها. يعني بسطر السي اوت يطبع قيمة الاكس الاصلية اللي هي 7 بلا زيادة او نقصان، لكن بالسطر الثاني من تريد تطبع قيمة الاكس يعني تسوي هنا سي اوت للاكس راح ينطيك 8، لان من تنزل هنا عملية اخرى الاكس صار بالذاكرة قيمته 8 فيطبع لك الاكس 8. فهنا الواي يساوي الاكس والاكس بهاي الخطوة 7، لكن بعدين ازداد بالذاكرة فصارت هنا قيمته 8، فسي اوت للواي فينطيك 8. هنا انطاك 7 بالسي اوت الاولى، لان هنا راح فقط يطبع قيمة الاكس من دون زيادة او نقصان لان بوست فيكس. من تنزل سطر جديد وتستخدم الاكس مرة ثانية راح تلقاه زايد، فهنا الاكس صار 8. فهذا هو الفرق بين البوست فيكس والبريفكس. بالبريفكس مباشرة يسوي الانكريمنت او الديكريمنت، بالبوست فيكس لا، ينتظر عملية بعدين يلا يزود او ينقص. العملية هنا هي طباعة، فتمت الطباعة للأكس الأصلي اللي هو 7 وبعدها يلا سواله زيادة، فهنا الأكس صار 8. فهنا راح نرجع للبرنامج اللي تشيك الأرثمتيك أوبريترز اللي نفذناه بالجزء العملي. فأكو عندك هنا أي بلس بلس اللي هو بوست فيكس، فهنا راح تنطبع قيمة الأي كما هي وبعدها يصير له زيادة بمقدار 1، فالنتيجة هنا راح ينطيك الأي 13، يطبع لك الأي كما هو لأن بوست فيكس. فهنا منطبع الأي 13 بعدها زادت قيمته، يعني صارت قيمة الأي حاليا بعد الطباعة يعني بعد تنفيذ عملية الطباعة صارت قيمة الأي بالذاكرة هي 14 لأن بلس بلس. السي اوت الآخر هو بلس بلس أي بريفكس، فهنا الأي بالذاكرة طلع 14 صار من الخطوة السابقة، ويجي بلس بلس لأن بريفكس فراح يصير زيادة بصورة مباشرة فيصير قيمة الأي 15، فهنا 13 بالذاكرة صارت له زيادة ونزل، نزل لقى بلس بلس فهو 14 بعد الزيادة وجا بلس بلس صار 15. اند لاين راح ينزل سطر جديد، فهنا عندك ديكريمنت نقصان بمقدار 1 من نوع بريفكس، فينقص الاي بمقدار 1 ويصير قيمته 14 لان الاي هنا 15، فهنا راح ينقص فيصير 14 يعني بصورة مباشرة لأن بريفكس. آخر شيء عندك الأي ماينس ماينس اللي هو ديكريمنت بمقدار 1 لكن من نوع البوست فيكس، فقط يطبع هنا الأي بلا نقصان اللي هو 14 من الخطوة اللي قبله لأن كان بيها هنا الأي 14، فهنا راح يطبع فقط 14 لان بوست فيكس. لكن من تخلي بعد هذا الاندل سي اوت للاي بالاخير فينطيك قيمته 13
لأن بالذاكرة صار 13 بعد هاي العملية. فهذا السكشن الأخير من هذا البرنامج اللي يشيك الأرثمتيك أوبريترز وضح عمل الإنكريمنت والديكريمنت بالبوستفكس والبريفكس نوتيشن بالتفصيل. انتهت المحاضرة.